ثم كاين عدنان شاكر وايوب قيسي جوجهم من جمعيه اولمبي طاطا، تحيه لهاد الابطال هادو عبد الله والعصب ديالهم ومن وراهم المنتخب الوطني او الفريق. السادسه عشر لتونسينا ايضا الختام مع السيدات ان شاء الله ميداليه ذهبيه 17 في بطوله افريقيا من خلال صنف الكاطا والثلاثي المغربي اقلمام منصيري وخليفي في مواجهه الثلاثي المصري علام وعنتر بالاضافه الى ايه هاشم. ايضا الثلاثي المغربي سيكون في البدايه وسيقدم العرض الاول. نتمنى اول الثلاثي المصري بالفعل استمر نتائج باش حتى نذكر السي عبد الله المشاهد الكريم المركز الاول على مستوى بطوله افريقيا رسميا حسم للمغرب وللكاراتيه المغربي من خلال الفوز بالنهائي الماضي وبالتالي الوصول ل 17 ميداليه ذهبيه. للفريق المصري كان بين وبين الفريق المغربي ميداليه ذهبيه واحده حتى الان يكتفي بالمركز الثاني ب 14 ميداليه ذهبيه في جميع الظروف. وكيف ما كانت نتيجة هذه المباراة المغرب ينهي بطولة إفريقيا في المركز الأول وبأكبر عدد من الميداليات 17 ميدالية ذهبية، لكن نتمنى أن تكون الميدالية 18 إن شاء الله. أحمد نطمعوا مازال لأن واخا في الصدارة لكن كتبقى ذاك الفريق راه تيبقى تاريخي بالفعل، خصوصا أن بغاو يعني كل الرهانات يعني جعل هذه المحطة هذه يعني تاريخيه في التنظيم ديالها لان كاين اربعه ديال البطولات في داخل بطوله واحده. هذا تحدي للتنظيم ديال الجامعه باش يعني تزكي هذيك يعني الثقه او يعني الاحترافيه ديالها في التنظيم ديال الملتقيات الدوليه. فاليوم احنا مع هذا التحدي هذا وكذلك على مستوى النتائج يكون تحدي امام الفريق أو الاتحاد المصري للكاراتي ببلوغ هذه الصدارة باستحقاق. فهنيئا مسبقا للفريق الوطني وللجامعة الملكية المغربية للكاراتي وكل مكوناتها بدءا بالسيد الرئيس والإدارة التقنية وباقي أعضاء المكتب المسير للجامعة، دون أن ننسى يعني المدراء التقنيين ديال الجمعيات اللي كيقدموا الماده الخام لهذا المركز هذا وللجامعه باش تكون وتسقل المواهب ديال هاد الابطال هادو حتى يكونوا في هذا المستوى المشرف جدا للكاراتي المغربي وخاصه وللرياضه بصفه عامه. فقط عذرا على المقاطعه سي عبد الله وفقط للاشاره 16 ميداليه ذهبيه وليس 17 ميداليه كما قلت. المنتخب المصري 14 ميداليه ذهبيه، دائما المغرب حسم بشكل كبير المركز الاول في بطوله افريقيا للكاراتي. ونتابعون العرض الخاص بالفريق المصري المرور لتسيد الكاطا. إذن العرض ديال البونكا مازال مستمر مع الفريق المصري. على بعد دقيقة
من نهاية الوقت القانوني المخصص للكاتا والبونكاي. العرض بأداء التحية وتوقيف العداد. دنا نهاية العرض الخاص بالفريق المصري. لذلك سنتحول للعرض خاص بالفريق الوطني المغربي. سيدات ثلاثي اجنما منصيري وخالفي. من كاتا أونسو. منصيري ايضا صاحبة ذهبية الكاتا فردي. أمام المصرية يا هاشم. إذن هذا الثلاثي أيضا لهن بصمة في الكاتا سواء الوطنية أو الدولية أو حتى بطولة العالم بالنسبة لسنة أقل مام. أحسن إنجاز لكم في تينيريفي بطولة العالم. إذن لحد الساعة كاين أداء اللي هو بانسجام تام. عرض أونسو للمرور بدون تحية للبونكاي.
نهاية العرض قبل تقريبا 8 ثواني، 8 ثواني من نهاية الوقت الأصلي، وقت أكثر من رائع بالنسبة للبطلات المغربيات. وكون الفريق المغربي أقلما من صيري والخلفي أيضا. هنا القرار حسم، إن شاء الله ذهبية جديدة للمغرب على حكم يتقدم من أجل إعلان عن النتيجة النهائية. إن شاء الله للفريق الوطني المغربي ذهبية جديدة، وبالفعل بالفعل ذهبية جديدة، 41.2 مقابل 40.9 للفريق الوطني المغربي. هاني أنسي عبد الله، ميدالية ذهبية 17 للفريق الوطني المغربي ولرياضة الكاراتيه المغربية هنا بمدينة الدار البيضاء. هاني لنا بهذا التتويج، الختام مسك سي عبد الله، وذهبية جديدة تنضاف لسبورة ميداليات الفريق الوطني المغربي. إذن هنيئا للفريق الوطني. ميدالية برونزية لتونس. ميدالية البرونزية مناصفة مع الفريق الكاميروني. ميدالية برونزية أيضا للكاميرون مناصفة. قلت انتخاب سي محمد مقتبل على رأس اتحاد شمال افريقيا للكاراتيه ايضا. امامنا رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه. ميدالية فضية من نصيب مصر. ميدالية فضية من نصيب مصر. الميدالية الذهبية من نصيب الفريق الوطني المغربي المكون من الثلاثي أقلما منصيري وخلفي أو الخلفي عفوا، ثلاثي الفريق الوطني. سيدات التتويج بالذهب، يسلمهم الميدالية رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه. ذهب للمغرب، الفضة لمصر، البرونز للكاميرون وتونس. في صنف الكاتا سيدات فرق، الختام كان مسك، الختام كان بالتتويج. ونتوقف مشاهدينا مع النشيد الوطني المغربي. Congratulations.
إذا كان هذا تتويج البطلات المغربيات في صنف الكاتا فرق سي عبد الله ايت بن ناصر اكيد على انها منافسه كانت اكثر من رائعه تابعناها من خلال مشاركه مغربيه متميزه اكيد ستظل عصيه على النسيان وايضا ابطال وارقام الابطال المغاربه.